بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن ازاي نغلب الكراهيه بالمحبه. ازاي اغلب الكراهيه بالمحبه؟ ساعات بيجي جوه قلبنا كراهيه، سواء لحد يستحق او سواء لحد انا فاكر ان يستحق، بس هو أكتر حاجة ممكن تضيع الكراهية اللي في قلبنا هي المحبة. والمحبة هي قمة الفضائل كلها، هي الفضيلة الأولى في كل الفضائل، لأن الله هو المحبة. فلما سأل السيد المسيح ما هي الفضيلة العظمى في الناموس، قال إيه؟ هي المحبة، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قوتك، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. وختم قال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. فهو بيورينا أن المحبة دي هي أساس كل حاجة في حياتنا. لو أنت بتقول أنا إنسان روحي والمحبة مش موجودة جوه قلبك، يبقى في something wrong، يبقى أنت عندك مشكلة. يبقى الإنسان المسيحي، المسيح الحقيقي، يمتاز بأنه عنده محبة. معلمنا بولس الرسول عشان يبين قد إيه أهمية المحبة، إنه قال في تيموثاوس الأولى غاية الوصايا فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح. قلب طاهر وضمير صالح. وعشان كده القديس أغسطينوس قال حب وافعل ما تشاء، لأن أنت لو حبيت مش هتعمل حاجة غلط خالص، هتقدر تدي على قد ما تدي، لأن مفيش حاجة هتوقفك، لأن المحبة جواك. معلمنا بولس الرسول حط المحبة فوق كل الحاجات التانية. فإيه أهم حاجة في المسيحية؟ الإيمان والرجاء، حط فوقهم المحبة. يقول أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. فإزاي بقى المحبة أعظم من الإيمان؟ وإحنا عارفين الإيمان ممكن ينقل الجبال، فتخيل بقى المحبة ممكن تعمل إيه. الإيمان أو المحبة هي أولى ثمار الروح القدس. لما جه بيذكر الرسول أما ثمر الروح، فقال إيه؟ فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة. وعشان كده اتحطت المحبة في الأول، واللي قلبه يمتلئ بالمحبة طبيعي هيبقى قلبه مليان بالفرح، وهيعيش في حب، وبالتالي هيعيش في سلام، لأن الفرح بيملأ قلبه بالسلام. هي أول حاجة، أولى الفضائل، وهي آخر وصية قالها المسيح لتلاميذه. قال لهم إيه؟ وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. طب أنت إزاي حبيتهم يا رب؟ إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم حتى المنتهى، لغاية النهاية. طب ولما حبيتهم عملت إيه؟ بذل ذاته من أجلهم ومن أجلنا. هي دي المحبة اللي بيطلبها ربنا. والمحبة المطلوبة مننا هي صدى لمحبة ربنا فينا. فبيقول إيه؟ في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. ربنا حبنا قبل ما نوجد، قبل ما نوجد خالص، قبل ما أنت تتولد هو كان بيحبك. وإيجادنا ووجودنا ده هو ثمرة الحب اللي في ربنا. فإحنا كنا في عقله وفكره ومسرة قلبه قبل أن نوجد منذ الأزل. ما دام الله محبة وإحنا صورة الله ومثاله في تكوين 26، إذن لابد أن إحنا نكون إيه؟ محبين زي ربنا. وفي حالة عدم وجود المحبة جوه قلبنا، يبقى إحنا مش على صورة الله، فقدنا الصورة الإلهية اللي اتخلقنا بها. وطبعا الإبن لابد أن يشبه أباه والأبناء أبائهم، فعشان كده لازم تكون من عندنا برضو محبة تملأ قلوبنا زي ما ربنا مليان بالمحبة.
وتملأ قلوبنا بقى هتظهر في إيه؟ في تصرفاتنا، في أعمالنا، في يقول الناس عننا كده أصل دول ولاد ربنا، هم على مثال الله في الحب، بهذا أولاد الله ظاهرون بإيه؟ بالحب اللي فيهم. والسيد المسيح جعل المحبة علامة تميز ولاده، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم نحو بعض، حطها علامة لينا. يعني يوحنا الرسول جعل المحبة العلامة للميلاد، فقال كل من يحب فقد ولد من الله. يبقى أنت عشان تعرف أنت مولود من ربنا ولا لا، شوف المحبة في قلبك شكلها إيه. ومن لا يحب لا يعرف الله، ليه؟ لأن الله محبة. ففي محبة للناس، وفي محبة لله، وفي محبة للخير. ووجودنا في المسيحية هو رحلة نحو قلب الله، بنعبر في طريقها على قلوب الناس، والمحبة هي الرباط المقدس اللي بيربط الناس ببعض، هي الجوهر الأساسي لكل حياتنا. مش ممكن أن أوصل لمحبة ربنا وأقول إن أنا بحب ربنا وأنا مش بحب إنسان شايف. الذي لا يحب أخاه الذي يبصره فكيف يحب الله الذي لا يبصره، بيقول معلمنا يوحنا. والمحبة بتاعتنا بتخلي عندنا فضائل تانية كتير، بتولد فينا الثقة، التعاون، العطاء، البذل، الصداقة، التضحية، السلام. المحبة هي خروج من الذات إلى الغير، بتفكر في الغير مش بتفكر في نفسك، تنسى نفسك خالص ودايما تفكر في الآخر. وده بيبان في إيه؟ يعني إمتى تعرف كده بقى؟ يعني أكتر في الزوجين، إن كل زوج وزوجة عاوزين يعطوا للآخر، كل واحد طرف إزاي يدي مش إزاي ياخد. تدور على خيره، تدور على راحته، وهو ده الحب اللي بيميز ولاد ربنا. المسيحية بتتميز دونا عن كل الديانات الأخرى بحاجة معينة اللي هي إيه؟ المحبة، دونا عن كل الأديان اللي قبلها ولا اللي بعديها. المحبة ما كانتش موجودة عندهم، لكن علاقة المحبة عندنا بين الله والإنسان، والإنسان والله، والإنسان وأخيه الإنسان، الترينجل ده أو المثلث ده، الرسول وضحه جدا. يعني قال شوف، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة وليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. حتة صنج عمالين يضربوا عليها وتعمل صوت عالي وتبين يعني أنا إيه، بتكلم بألسنة الناس والملائكة، يعني الديس كبير قوي، لكن أنا فاضي من جوه، ما عنديش محبة، يبقى ما عنديش ربنا. وإن كانت لي النبوة وعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا، أنا ولا حاجة. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت كل جسدي حتى احترق، يعني مفيش بقى بعد كده إعطاء، يعني كل أموالي وسلمت جسدي ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. طب إزاي أعمل كده وأنا ما عنديش محبة؟ شوف، أعمل كده عشان أبين مظهرية بس، شوف أنا بدي للمساكين، شوف أنا بموت من أجل الآخرين، شوف أنا بعطي إزاي ومحبتي كبيرة إزاي. لا، لو ما عندكش جوه محبة فلا أنتفع شيئا. طب أعرف إن أنا عندي محبة إزاي؟ يقول لك ليها مواصفات معينة. المحبة تتأنى وترفق، تتأنى وترفق قبل ما تغضب وقبل ما تخبط اللي قدامك بكلام جارح. تأنى وخليك رفيق بيه، ارفق بحاله. أنت ما تعرفش هو أصلا كان بيكلمك كده إزاي، ولا إيه اللي جوه نفسيته، ولا تعبان ولا مش تعبان، ولا متضايق ولا مش متضايق. يعني تلاقي الحتة دي كمان إيه، وانت سايق، واحد زنق عليك كده ولا حاجة، وواحد طلع من الخط بتاعه بسرعة جديدة، تقوم انت متنرفز ومتعصب. تأنى وارفق. ما جايز مراته في المستشفى وعاوز يروح يلحقها، ما جايز مراته بتولد، جايز ابنه واقف في الشارع ولازم يلحقه على باب المدرسة لحسن يجرى له حاجة. فالمحبة تتأنى وترفق. المحبة لا تحسد. يعني ليه ممكن أنا أبص وغير من الآخر وأقول هو ده خد كذا وأنا ما خدتش، هو ده معاه كذا وأنا ما معيش؟
لا، يبقى المحبة واقعة، لأن المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، لأني ممكن أعصر الآخر. المحبة بتاعتي ما تخلينيش أقول أنا عندي كذا وكذا، وأنا عارف إن أنا بقول الكلام ده برمي كلام علشان أوجع واحد تاني قاعد في وسطينا، وأنا مش واخد، سواء بقى واخد بالي ولا مش واخد بالي. المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، تلاقي الواحد متضع مع محبته. لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء. مش ممكن هتظن السوء. لو انا قلت لك انا بكرهك كده، لازم تديني عذر وتقول لي هو تلاقيه مش كان قصده، ما كانش قصده يقول الكلمه دي، هو التاكيد يعني اعصابه كانت مشدوده شويه، مش ممكن يكون قصده كده، هو بيحبني. لا تحتد، تلاقي حد جاي بيكلمك كده بحده، انت قلت كذا وانا عملت كذا وانا ما يصحش تعمل كيف هي كذا يا حبيبي. بالراحه يا حبيبي، المحبه لا تحتد ولا تطلب ما لنفسها برضو. يعني تلاقي ايه، انا فين، دايما ادور على الانا بتاعتي، انا فين، مكانتي فين. فتلاقي معظم المشاكل حتى بين الازواج، انا صوتي لازم يبقى اعلى، انا الراجل هنا ويتسمع كلامي. يا فرحتي بيك، ما انت الراجل، بس الراجل مش هو اللي يعلي صوته عشان يثبت لنفسه ويثبت نفسه او يطلب ما لنفسه. والراجل لا يحتد، لان المفروض مليان محبه ولا يظن السوء لا في مراته ولا في عياله. لا تفرح، المحبه لا تفرح بالاثم، بل تفرح بايه، بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء. يعني لما يجي حد يقول لك انا اسف انا ما كانش قصدي، خلاص هو مش قصده. لو انت عندك محبه هتصدقه. لسه كنت في مشكله، واحده عماله تقول لجوزها صدقني ما بعمل كده، يقول لا دي بتكذب، شيز لاير. يا عم ما تقولش على مراتك كده، اقول له ما يصحش، المحبه تصدق كل شيء، ما تصدقها. ليه مش عاوز تصدقها؟ لا، شيز لاير. فيبقى ده المحبه واقعه، مش عنده محبه فعلا. ترجو كل شيء، ترجو ان الناس تخلص، ترجو ان الناس تبقى كويسه، تبقى احسن حالا يعني. تصبر على كل شيء، لو انا مضايقك في حاجه استحملني يا اخي. لو مراتك مضايقك شويه استحملها، لو جوزك مضايقك استحمليه. ما لازم الصبر على كل شيء. يقول في الاخر المحبه لا تسقط ابدا. مش النهارده عمال اقول لك انا بحبك وبكره انا ما بحبكش. الحقيقه لا، يبقى ما عنديش محبه خالص لو انا عملت كده. المحبة لا يمكن أن تسمى محبة إلا بوجود الآخر. يعني هو أنا هقول أبحب، بحب إيه؟ بحب نفسي، يبقى دي مش محبة، دي أنانية. لكن أحب الآخر، لأنها المحبة هي عبارة عن مشاعر جياشة من شخص يعطي وآخر يستقبل هذا العطاء. المحبة وفاء وعملية تجرد من الذات خالص من أجل الآخر. وتلاقي السعادة الحقيقية فعلا لو انت مليان محبة هي انك تعطي، انك تعطي على قد ما تقدر، يعني مش في اللي باخده. وعشان كده تلاقي الناس اللي الحبيبة اللي هم لسه في الاول اللي عايشين تايتانيك يعني قبل ما يتجوزوا وبتاع، وبيحبوا قوي، تلاقيهم مش قادرين، عاوز يديها كل حاجة. هو حتى لو ما قالش انا عاوز اديك عينيا، هو عاوز يديها ان شاء الله عينيه، هو بيحبها جدا جدا، والعطاء بتاعه ملهوش حدود. طبعا للاسف بعد ما بيتجوزوا بيبقى كل واحد يعني بيفكر بطريقته، وكل واحد بيقول الله، يعني هو ايه، انا سيبيلي مساحه شويه، مش معقول كبسه على نفسي على طول. يا حبيبي انت ما بتقعدش معايا، يا حبيبي انت بتخرج طول النهار والليل، طب اقعد معايا شويه، مش عندي مسؤوليات. يا حبيبي انت عند ابوك وامك طول النهار، وانا ماليش فيك خالص يعني. يعني هو ابويا وام دول مش عيلتك؟ لا لا، ما تعمليش كده. لازم ما تفكريش في نفسك، فكري فيا. لا طب وانت ما تفكرش فيها ليه؟ ما هي قاعده لوحدها، محتاجه لك، محتاج يبقى عندك شويه بلد كده وتاخد بالك منها. انت متجوز البنايه عشان تبهدلها ولا عشان تاخد بالك منها؟ فهو المحبه دي تلاقيها عطاء مستمر، عطاء بلا توقف، عطاء لأجل العطاء. أنا مش ببص على حاجة خالص أخد قدامها. I don't want return، مش عاوز أي return، أنا عاوز أدي بس. هو ده الحب الحقيقي، وهو دي المحبة الحقيقية.
ويمكن انا حكيت لكم قبل كده على 2 كنت رحت عندهم البيت، لقيتهم ظراف قوي طول النهار بيتخانقوا، وهما كانوا كبار في السن وبناتهم كبروا يعني ولادهم كبروا، فايه بس بيتخانقوا على ايه؟ كل واحد يعمل ايه مش ما يعملش ايه. فمثلا الست تقول لي يا ابونا قلتك عايز تشرب ايه؟ تقول لها شاي، فتقول لي حاضر ثواني يا ابونا، يوم هو ناط لا يا حبيبي انت اقعدي جنب ابونا وخدي البركه وانا اروح اعمل الشاي. تقول له حبيبي انت تعبان طول النهار في الشغل اعمل شاي. يا جماعه مش عاوز شاي خلاص يعني لما. فانا الحقيقه يعني قلت ايه، اروح اقعد معاهم اسبوع، محدش هيفضل يمثل اسبوع يعني مش ممكن، يعني هيمثلوا لهم ساعتين ثلاثه لو بيمثلوا يعني. رحت قعدت الاسبوع نسيم ما بيتغيروش خالص، هو يجي بدري من الشغل وداخل بسرعه على ترتيب صوابعه وخايف تكون موجوده عشان يغسل المواعين، كان زمان ما فيش بقى ديش بوشر ولا بتاع، وهي جاري عشان تعمل له مش عارف ايه قبل ما يتعب ويعمل فيه. يعني هما الاثنين والحقيقه اسم الصليب طلعوا عيالهم بالظبط زيهم، يعني حتى عيالهم لما اتجوزوا علموا جوازتهم اللي اتجوزوهم ايه هو الحب من اللي اتعلموه من اهاليهم يعني. فهو الكتاب وضح لنا ان انا لو احب قريبك كنفسك، احب مراتي كنفسي، احب ابني كنفسي، احب قريبي اي واحد في البشريه زي نفسي بالظبط، لان الله سكب محبته في قلوبنا بالروح القدس اللي وهبه لنا في روميا 5. فهو ربنا حط المحبه بتاعته جوه قلبنا، وعشان كده لازم المسيح تنبثق منه المحبه اللي هي رائحه المسيح الطيبه المرتفعه الى الله، فما يغلطوش في الآخرين. فأنت بتاخد الحب من ينبوع الحب اللي هو يسوع، وبعدين يسوع المسيح ده هو ربنا، هو كل معطي الحياة وبيحط في الحياة دي كل الحب، لأنه هو الحياة وهو المحبة. فالمحبة الفائضة اللي جواك ما تقدرش تمسكها، هتلاقي نفسك بتدي غصب عنك، تدي في الكنيسة، تدي في البيت، تدي في الشغل، بتدي للجيران. يعني ما انساش خالص واحدة ست كده كانوا بيقولوا لي عليها وقال لهم هي عاملة ايه، يعني كانت ست بتحتضر يعني، قالوا لي يا ابونا الست دي عمرها ما جرحت مشاعر انسان واحد، حبها كان فياض لكل الناس، للزبال اللي بيجي يشيل الزبالة، للراجل البياع اللي بيمشي تحت، اللي بتاع الربابيكيا تنزل تسلم عليه، للناس كلها، للجيران، لكل الناس، كانت محبة فياضة. فأنت لما يملى الحب قلبك تقول مجانا أخذتم مجانا أعطوا، تلاقي نفسك بتدي لأنك خدت من يسوع كتير ومش قادر تكتم المحبة اللي جواك، فهي بتطلع غصب عنك زي الأنهار الفائضة من عندك. والحب بتاعك عامل زي الماجنت، عامل زي المغناطيس كده، يجذب الناس اللي حواليك كلهم ليك، لأن محبتك مستقاة من يسوع المسيح اللي هو مصدر المحبة. فالمسيحية تنفرد عن بقية الديانات بالمحبة، هي مفتاح الحياة المسيحية، بل هي مفتاح ملكوت السماوات. احنا للأسف المحبة راحت من قلبنا، أنا آسف إن أقول كده، وأنا أولكم يعني مش بره الموضوع. ما قلبنا ما بقاش فيه مليان بالمحبة، ما بقاش فايض بالمحبة، مش بستحمل حد يزعلني، مش بستحمل حد يتكبر عليا إذا حسيت إن هو بيتكبر عليا، مش بستحمل أي حاجة خالص. ليه؟ لأن محبتي مش كاملة، أنا ما عنديش محبة. فيجي يوحنا الرسول في سفر الرؤيا الملاك كنيسة لاوديكيا يقول إيه؟ أنا عارف أعمالك وأعرف أنك لا بارد ولا حر، إزاي ربنا طول النهار في الكنيسة والاجتماعات والقداسات؟ لا حبيبي، ليتك كنت باردا أو حرا سأتقيأك من فمي لأنك فاتر، لا حر ولا بارد. في رؤيا 3. ليه يا رب كده بتتقيأني من فمك؟ ليه؟ دي أسوأ حاجة ممكن تحصل في حياتي إن أنت تطلعني براك. يقول لي انك فاتر، انا عاوزك تبقى حار. لو انت بارد ممكن تبقى حار، لكن وانت فاتر لا،
صعب قوي ان انت فاكر نفسك كويس لانك فاتر، ففاكر نفسك كويس وكل تمام، لكن انت لست حارا. المحبة ان انت تبين اهتمامك العميق بيهم، مش مظهرية، وانما حتى في السر بتحب. طب انا ليه ما بجيبش سيرة حد بطريقة وحشة؟ لاني بحبه، مش هجيب سيرته وحشة، هدافع عنه لو بيتكلموا عليه وحش. هتلاقيني في الكلام اللي من ورا الورا، لا مش هسمح بالكلام ده. ليه؟ لان قلبي مليان محبة. يقول لك كان في اخين عايشين مع بعض حلو قوي قوي، وكانوا بيعملوا الحقل بتاع ابوهم ده، وياخدوا الحصيد بتاع من القمح يقسموه نصين، وكل واحد ياخد النص بتاعه، او يبيعوا الحصيد كله القمح كله، وكل واحد ياخد اللي هو عاوزه، وهم عايشين مع بعض. يعني كانوا عايشين الاخين مع بعض. جه في يوم الاخ الكبير اتجوز، فسكن على الناحية التانية من الأرض وعاش مع مراته. فقال لأخوه يعني إحنا هنقسم كل حاجة زي زمان، بس كل واحد ياخدها في بيته، عشان أنا عندي بيت وإنت عندك بيت. فابتدوا يجيبوا القمح والحزم القمح يقسموها بالظبط بالنص، إنت خد النص ده والنص التاني يوديه عند التاني. فعملوا كده في أول سنة بعد ما اتجوزوا، بعد ما واحد اتجوز فيهم التاني لسه عازب. فالأخ الكبير جه بالليل وقال أنا أخويا الصغير لسه ما اتجوز، هيحتاج فلوس أكتر مني، أنا ما ينفعش أخد زيه بالظبط، لازم أودي شوية حزم من اللي عندي أحطها له من غير ما يعرف. شايفين الحب المحبة الحقيقية اللي هي مخفية، مش بتقول أهو أنا بعمل أهو، لا. ففعلا راح واخدين واخد شويه قمح، وراح موديهم حزم، موديهم في الجرن او في المكان بتاع اخوه. في نفس الوقت اخوه الصغير قال اخويا الكبير ده متجوز دلوقتي ومحتاج اكتر مني، فانا هاخد شويه قمح من اللي عندي من الحزم واحطها له في الجرن بتاعه. وفعلا راح واخد شويه وراح حطهم له. صحي الصبح لقيوا القمح زي ما هو ما نقصش، فعملوا كده تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، القمح ما بينقصش خالص. فربنا حب يكشف لهم ايه اللي بيحصل، فخلاهم في ليله يتقابلوا هما الاثنين في نص الارض، ده شايل حزم لاخوه وده شايل حزم لاخوه. ولما شافوا كده عرفوا عنقوا بعض عناق المحبه، وكان يعني وحطوا علامة من أجل محبتهم لبعض. ويقول لك كان الكلام ده في أيام سليمان الحكيم، سليمان الملك. وكان سليمان بيفكر في الوقت ده يبني بيت ربنا، يبني هيكل سليمان. فقال للحكماء بتوعه لما سمع القصة، قال تفتكروا فين أجمل مكان يتبني فيه هيكل سليمان؟ إلا أرض المرية اللي هو اتقابل فيه الأخين في حب. ربنا بيبني بيته على الحب، فهو ده الحب اللي ممكن يملى قلبنا، لأن احنا مسيحيين، والمسيحيين يتميزوا عن كل الديانات الأخرى اللي هو بالحب. فكل الديانات اللي جت قبل وبعد المسيح ما قدرتش تشبع عطش الإنسان، لا شرائع ولا قوانين ولا فرائض ولا عقاب ولا ثواب، لكن الإنسان كان متعطش لحاجة معينة أسمى من كل ده. إيه هي؟ ولا زال متعطش، اللي يحبه ويبادله الحب. فالمحبة هي شريعة المسيحية، لأنها هي العلاقة بين الله والإنسان والإنسان والإنسان. ففي المسيح يسوع لا الختان ولا عدمه ينفع شيئا، بل الإيمان العامل بالمحبة. تقولي طب إزاي بقى بالمحبة؟ أنا فهمت المحبة كويس قوي، إزاي أقدر أقول إن الغفران، إزاي المحبة تكسر الكراهية أو تضيع الكراهية؟
الغفران عامل مهم جدا جدا في المحبة، لأن أنا لو بحبك هغفر لك، لو ما بحبكش مش هغفر لك. مش بيقول لك حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يستنى لك الغلط، ده مثل حقيقي بقى، لأن حبيبك بيغفر لك، هيفضل يغفر لك على طول طول حياته، والمحبة لا تسقط أبدا، مش بتموت يعني، تفضل عايشة. فالغفران حتة مهمة جدا إن هو ينقذ الناس من الهيترد أو من الكراهية، يقتل الكراهية. لو في شيطان اسمه كراهية، الغفران يقتل الكراهية ويخلي الناس تتصالح. وعدم مقابلة الشر بالشر ممكن، زي ما حد ناس بتقول عين بعين وسن بسن والكلام ده، لا، عدم مقابلة الشر بالشر ممكن تغير حتى العدو نفسه. ولما بتسامح بتشيل من على جنب، من على راسك ولا على قلبك عبء تقيل جدا انت شايله، ملهوش اي لازمة. تشيله ليه؟ خليك شايله عمرك انت الوحيد اللي هتتعب. يعني زي ما كان حد من الأبهات بيحكي كده، راح يزور واحدة ستة عندها 90 سنة باين وخلاص يعني على فراش الموت، وفضلها كم يوم، ده إذا كان عدد كم يوم يعني. فقال لها أنا جايلك ده عشان تعترفي بقى وربنا يكون معاكي ويسندك ومش عارف. قالت له يا أتشابونا لازم تصلي لي كويس قوي، أنا لازم أقوم وانتقم من فلان انتقام شديد، ده عمل فيا وسوى وأنا مش مسامحاه. يا ست ده أنت هتتوكلي على الله، ده أنت خلاص. بس هو إيه، هي اللي شايلة جوه قلبها والشيلة تقيلة عليها خالص، حتى جاية لغاية قربت من الموت ولسه اللي جواها جواها. معلمنا يوحنا بيقول ايه؟ فالوصية التي سمعتموها من البدء هي أن يحب بعضنا بعضا، لا أن نكون مثل قايين الذي كان من الشرير فقتل أخاه. نحن نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، إزاي؟ لأننا نحب إخوتنا. يبقى إحنا لو ما حبيناش إخوتنا يبقى إحنا ما انتقلناش من الموت إلى الحياة، إحنا لسه ميتين. من لا يحب بقى في الموت. Very clear. يعني يوحنا الرسول وضح لنا وضوح كامل يعني، والحياة هي المسيح، فأنا لو ميت أنا مش عايش في المسيح. آدم ما قدرش يعيش لوحده سعيد مع أن ربنا اداله كل حاجة، لأنه لا عنده حب، قعد يسمي الحيوانات وكده ويسمي الأشجار وعايش في الجنة. لكن ربنا عارف أن الحب ده لازم يطلع من عنده ويروح لحد تاني، فراح عمل له ايه، جاب له حواء من جسمه، ساصنع له معينا نظيره، اجيب له واحد يحب فيه ويحب ويتحب منه. انها مأساة للبشرية مجرد تفكير ان الانسان بكراهيته لاخوه الانسان. فلا لا تقول لي لا دين ولا معتقد ولا ايمان ولا اي حاجه ممكن تقول ان ده يبقى صح، ان واحد يكره حد او يبقى مش كويس خالص في الكراهيه. طب ليه احنا احيانا بنجد صعوبه في محبه الاخرين؟ يعني انا انسان كويس، باجي الكنيسه وخادم كمان وبحب ربنا وبرنم وبصلي، لكن عندي صعوبة ساعات في محبة الناس التانية. في كذا حاجة بتخلي المحبة تبقى صعبة علينا. السبب الرئيسي في مواجهة هذه الصعوبة، I'm sorry to say، الخطية. لو أنا جوايا خطية، أو حتى اللي أنا عاوز أحبه عنده خطية، فالخطية مانع رئيسي من اننا بنحب الاخر. طبعا لو اللي قدامي عنده خطية وانا بحبه هو ده المفروض عليا، لان المحبة ما تخلينيش، بس انا بقول خطيتي ممكن تمنعني ان احب، خطيتي ممكن تمنعني ان احب، خطيتي بتخليني اناني وبحب ذاتي اكتر. وما ننساش ان المحبة تطلب الخير للآخرين مش لنفسها يعني.
سبب آخر بيجعلنا من صعب علينا إن إحنا نحب الآخر هو بنسيء فهم معنى المحبة الحقيقية، بنفتكرها رد عاطفي أو رد فعل عاطفي. لا، المشكلة إننا مش دايماً بنتحكم في مشاعرنا. نقدر نتحكم في مشاعرنا لما تكون المشاعر دي جوه ربنا، فربنا اللي يتحكم فيها. لكن لما أطلع ربنا من عندي هتلاقي المحبة بتاعتي بتبرد جهة الآخرين. طول ما محبتي ربنا بتزيد كل محبتي للآخر هتزيد، وكل ما أبص على محبة ربنا ليا هشوف التضحية اللي ربنا قدمها لي، فهفهم إيه هي الحب. الحب هو تضحية مستمرة من أجل الآخر. لقد مات المسيح من أجلنا ونحن في أسوأ حالتنا، إحنا في وسط الخطية المسيح مات لأجلنا لما كنا لا نستحق محبته خالص، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في روميا. فأنت يسوع حبك أوي أوي أوي، طب ليه ما بتحبش الآخر؟ يسوع غفر لك أوي أوي أوي، ليه ما بتغفرش الآخر؟ أنت لازم ما تريد أن يفعل الناس بكم وفعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. ولو أنت تغفر للآخر يسوع هيغفر لك، مش كده؟ هتحب الآخر يسوع هيحبك. ويمكن أنا حكيت لكم على كان في واحد معنا كده زمان وأنا في أفريقيا، واحد بيشتغل معايا. والرجل ده أنا يعني كنت بالعافية أوصل لوسطه مثلا ولا حاجة، لأنه كان ضخم جدا. فطبعا مرة سرق شنطة من عندنا، شنطة شكلها مش من أفريقيا يعني، شنطة من أمريكا كده شيك قوي، كان فيها هدوم يعني. فالبوليس شك فيه وقبض عليه وعرف إن هو فعلا سرقها واعترف وكده. فكلموني قالوا لي تعالى علشان في واحد اسمه فرانسيس بيشتغل عندك سرق من عندك شنطة. فأنا رحت كلمت البوليس وقلت لهم لا، ده فرانسيس ده ابني وأنا مش بخونه، أنا مديله إمكانية ياخد أي حاجة. قالوا لي بس هو قال إنه سرقها. لا 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 لا، ولا سرقها ولا حاجة، ودفعت لهم فلوس علشان يسامحوه كده وطلعته من السجن اللي كان مسجون فيه. فخدته معايا في العربية، هو محشور في عربيتي، هو الراجل ضخم قوي يعني. فبقول له في السكة ليه يا فرانسيس حبيبي عملت كده؟ ما انا مديك كل المفاتيح ومديك كل الثقة. راح قال لي ايه؟ سوري فازر، ما اعرفش صوته كان بيطلع منين بالظبط يعني، بس سوري فازر. قلت له لا مش سوري ولا حاجة، بس انت ليه عملت كده؟ قال لي مش انا، مراتي، بس اوعدك هقتلها الليلة. توعدني ايه؟ قلت له لا طبعا ما تقتلهاش. قال لي نو، ده فاميلي ماتر. فاميلي ماتر؟ لا، ده مش حاجة عائلية. لا، هي خلتني أسرق الشنطة وقالت لي وأنا هقتلها الليلة وأجيب لك راسها الصبح. يا عم لا عاوز راسها ولا عاوز أبوس رجلك أبوس إيدك وأتحايل عليه، هو مصمم هيقتلها الليلة. فأنا مش عارفة أقنعه إزاي إنه يتراجع عن اللي هو ناوي يعمله. فقلت له طب أنا هقول لك على حاجة، أنت عارف أنا ليه غفرت لك؟ قال لي يو ار جود مان، انت راجل كويس. قلت له نو، مش عشان انا جود مان، انا غفرت لك عشان يسوع غفر لي. يسوع غفر لي كل خطاياي، فانا غفرت لك وبالتالي لازم انت تغفر لمراتك، لان لو انت ما غفرتش لمراتك انا مش هغفر لك وهترجع السجن تاني، ويسوع مش هيغفر لي لان انا ما غفرت لكش. فزي ما السلسلة ماشية كده، لازم أنت تغفر لمراتك ومراتك تغفر لحد تاني، ونفضل كلنا نغفر لبعض، لأن يسوع في الأول غفر لينا. هو ده الحاجة الوحيدة اللي قدرت تنقذني من أنه يقتل مراته، وقال لي I'll forgive her this time، يعني الحمد لله ما قتلهاش المرة دي. يسوع بيقول إيه؟ وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. لاحظ أنه هو ما قالش اشعروا بالمحبة تجاه بعض، لا ما قالش دي،
هو قال أحبوا بعضكم بعضا، فعل مش مشاعر. لما أحب أعمل. حاجة تانية بتخليني صعب عليا أحب الآخرين، إن إحنا بنحاول نعمل ده بقوتنا بذاتنا. لا مش هتنفع. إزاي يعني تحب عدوك؟ يعني هو قول لي في أنهي طريقة ممكن تدينا كده، يعني طريقة عالمية ولا تقنعني إن أنا أحب عدوي؟ مش ممكن أحب عدوي، مش ممكن أحب حد تاني إلا لو يسوع يبقى جوايا وهو اللي يحب فيا، يحب بيا، يخليني أحب. فكل ما يسوع يملأ قلبي أنا هقدر، وإلا هيبقى نفاق وتمثيل إن أنا عمال أقول أنا بحب لكن في الواقع أنا بارد في محبتي تجاه الآخرين. فما أقدرش أحب بدون يسوع. يقول لك ويسكن الروح القدس فينا نستطيع أن نحمل ثمر المحبة في غلطي. فربنا هو الوحيد اللي ممكن يساعدنا. اتكل على ربنا وآمن بيه وخليه هو اللي يحب جواك، هو اللي يحب من خلالك. هقول لكم كم قصة مش من عندنا خالص، عشان احنا دايما القصص بتاعتنا بنقول ده قديس، ده راهب، ده مش عارف ايه. هديكم أمثلة من ناس أجانب وإزاي المغفرة بتاعتهم كسرت الكراهية المطلقة اللي في الآخر. واحد اسمه جوردون ويلسون، بريطاني من أيرلندا الشمالية، هو خد جائزة نوبل للأدب سنة 1995. يعني أنا مش بتكلم في القرون الوسطى، لا ده مؤخرا. كان ماسك بنته، حد عمل ضرب قنبلة إرهابية. كان زمان انتوا عارفين أيرلندا كانت كاثوليك وبروتستانت وكانوا بيضربوا بعض، فحد من دول ضرب قنبلة كسر المبنى كله عليهم، فكان هو وبنته تحت الأنقاض. ده سنة 1987، وبنته ميري كانت في إيديه. فاللي حصل إن لما انفجرت القنبلة وتهد المبنى عليهم، ميري وتسعة تانيين ماتوا، تسعة تانيين من الناس يعني، واتنقل 63 شخص للمستشفى، إصابتهم جراحهم صعبة يعني. جوردون هو كاتب وكان ممكن بسهولة يكتب ضد الناس دي ويهيج الجماهير كلها، لأنه كاتب مشهور. مرضيش ينتقم بالكلمات، مرضيش ينتقم، ولا وقال لأ أنا الكلمات الغاضبة المنتقمة مش هترجع لي بنتي ولا هتخلي السلام في البلد عندنا. فبعد الانفجار بحاجة بسيطة بيقول إيه، قال إيه، لقد فقدت ابنتي وبالطبع سأفتقدها جدا، ولكني لست غاضبا ولا أحمل أي ضغينة، فهذا لن يعيدها. ده راجل عادي، أنا مش بقول بقى ده خادم ولا لا، ده راجل عادي خالص. وقال لهم، قال للميديا كلها للإعلام ساعتها، ما تسألونيش ليه، أنا ما عنديش إجابة، ولكن أعلم إن في قصد معين إلهي وراء متها، وده بيديني سلام إن ربنا سمح إنها تموت، لأن هو حاطط ده في خطية، في خطة أعظم من إني أعرفها، وهنتقابل مرة تانية أنا وهي. وطبعا قعدوا الناس ياكلوا في وشه، إزاي ما تكتبش ضدهم؟ ما أنتوا خلي بالكم هم قسمين من الناس، الناس اللي معاه بقى اكتب ضدهم وهيج المشاعر وخلي الناس تاكلهم وخليهم لازم يتسجنوا. قال هم كإرهابيين ومعهم سلاح ممكن يعاقبوا بالقانون، بس احنا مش لازم نكرههم، لان يعني الغفران هو اللي هيقطع السلسله بتاعه الانتقام والانتقام المضاد، وهتفضل كده على طول. الكلمه الاخيره هي بايد ربنا. الغفران اللي عمله قدمه جوردون للقتلة كان امتد تأثيره إلى أبعد من جوردون، فالكلمات دي كسرت على الأقل وقتياً حدة الحرب بينهم. تخيل اللي قاله ده، خلى كان كل يوم فيه تفجير بين دول ودول. هدي